مسرح غنى ورقص وبين ستيشن بيروت سالون دو ليفر وغيرها من فضاءات ثقافية ببيروت رح ينطلق مهرجان سايد ووكس أو زقاق أرصفة زقاق ولنحكي عن هالموضوع المخرج عمر أبي عزار معنا. صباح خير عمر. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. من 1 لـ11 والعانة والعانة إيه والعانة بين المسرح الرقص والغناء مع فرق من لبنان ومن مختلف دول العالم. مزبوط. هالسنة المهرجان في 12 دولة مختلفة مشاركة بقلبه. والعانة ايه والعانة رقص وموسيقى ايه حلو مش محارق لا لا غير موضوع بس عنده نكهة غير السنة لأنه مجمل النشاطات أغلبيتها رح بتكون باستوديو زقاق. ما هي هالسنة كتير محظوظين لأنه صرنا سنة فاتحين هذا استوديو وقدرين لأول مرة ننظم المهرجان معظمه بقلب الاستوديو وبالتعاون مع السالون دو ليفر كمان. حيكون في نشاطات بالبيال، حيكون في عروض وماستر كلاسز عم بتصير بالجامعة اليسوعية والجامعة اللبنانية والجامعة اللبنانية. اوكي خلينا بس نقول انه هي مش اول مره بيصير المهرجان بس هالمره على صعيد اذا بدك دول كثيره عم بتشارك. قديش اهميه انه تتعاملوا مع دول يجوا على لبنان يقدموا عروضهم ويصير فيها التبادل الثقافي بيناتكم؟ هو اجمالا كل سنه بنقدر نعزم عالم من الدول الاوروبيه لانه الانتاج بيفرض هيدا الشيء. الفرنش انستيتيوت بيدعم الفرنساويه، الجوت بيدعم المان، بس كل معهد بيدعم بس بلد. السنه قدرنا نجيب عروض من المغرب من الهند. هي اول مره بنقدر نجيب عروض من المغرب من الهند ومن امريكا بالتعاون مع الساندانس انستيتيوت البرنامج المسرح تبع الساندانس جايبين معهم عرضين ومدراء مسارح يجوا يحضروا. يعني هي ثقافه جديده اكيد عمر ما هيك؟ ثقافة جديدة من أي شو يعني أصدق؟ العروض اللي رح يقدموها لنقول لأنه المغرب أول مرة رح منكون عم نشوف من خلال مهرجان سايد ووكس عروض لأول مرة من المغرب. يعني هيدي ثقافة جديدة عم تعرف عليها المغرب. لا لأنه إجا على لبنان بغير مهرجانات. بغير مهرجانات بس مثلا من الهند هيدي أول مرة بنقدر نحضر هيك نوع مسرح جاي من الهند. هيدي مسرحية عملها مخرج عنده مسرح بنص الأدغال بجنوب الهند ورا مسرحه في قبيلة منا تابعة للنظام الدولي تهجم عليهم. لا ما بتهجم عليهم عندها نظام الخاص ونظام العدالة الخاص. فهيدي المسرحية هي محاكمة، هي إعادة تمثيل محاكمة لهيدي القبيلة. ومتصالحين مع بعضهم؟ متصالحين مع بعضهم. طيب عمر قديش سمعت زقاق يعني مؤخرا انتو حصدتوا عدد من الجوائز العالمية والتكريمات، قديش السمعة صارت كتير إيجابية صارت تجذب ناس من مختلف دول العالم تيجوا يعرضوا عندكم؟ أكيد هذا شيء خلق مصداقية عند الشركاء وعند الناس فبيصيروا هن بيأمنوا إذا بيجوا على لبنان نحن حنستقبلهم منيح. صار عندهم ثقة وكمان هذا بيسمح لنا نوسع نطاق نشاطاتنا ونوسع جمهوركم ونوسع جمهورنا. يعني الجمهور بيصير كمان عباله يتعرف أكثر على ثقافات جديدة. مزبوط. وهالسنة قدرنا يعني نحن لما بنقول نوسع جمهورنا بنكون عم نجرب نحصر شو هو مجتمعنا اللبناني المعاصر. جمهورنا هو صورة عن مجتمعنا ونحن يلي بدنا نعمله هالسنة. مشان هيك فتحنا هالسنة للجمهور انه الدخولية حتكون ببلاش لكل العاملات والعاملين الاجانب بلبنان، لكل العاطلين عن العمل، العالم الريزيدنت بلبنان مش بس المواطنين العاطلين عن العمل، كمان لكل الكوميونتي المجتمع تبع المسرح والبرفورمينج ارتس مش بس المخرجين والممثلين بس كمان التقنيين كل هول عم بتعدوا رح يفوتوا يحضروا ببلاش. كل هول رح يفوتوا عرض بالدنيا. بالضبط. مين رح يدفع؟ النواب والوزراء اذا ميلوا والمحامين والدكاتره. طيب عمر ضمن العروض في غناء مع ايا متولي صح؟ مزبوط. رح نسمع ايا هلا بنرجع نتابع. انا نسري كل يوم انا نادي ما بروحش ابدا انا نبي جامد ينزل يفلق الصخر انا ناجي قال لي انت مش بحر وحكالي قصة الفراشة والملك مصر.
آية مصرية، بس خلينا نضوي شوي على العروض اللبنانية. مين رح بيشارك من لبنان؟ مين رح يشارك من لبنان؟ في كتير أسامي. في عبد الله الكفري اللي هو سوري بس إنه ريزيدنت من جنسية سورية بس ريزيدنت مسرح. في وائل قداح ورندا ميرزا عم يعرضوا. في شريف صحناوي. شريف صحناوي هو تعاون مع توفيق عزيديو. حيكون في يلدا يونس وخيام اللامي وكذا اسم. في فؤاد يمين، خلينا نحكي عن عرضه لانه انا شفت كل العالم ناطره فؤاد يمين. ايه لانه هو الناس لامراه مجهوله هيك مكتوب. هي هذه تجربه اكسبيرينس فؤاد يمين وجو قداح، لان حيقروا لاول مره نص كتبته امراه مجهوله بريطانيه فينا نقول، وحيكتشفوا النص لاول مره قدام الجمهور. رح يقروا؟ رح يقروا للنص. رح يمسرحوا النص. رح يقروا ويمثلوا يعني، بس حيكتشفوا لاول مره النص قدام الجمهور. هن مش قارين النص قبل؟ لا مش قارين النص قبل. هذا النص بيسائل علاقه المراه والرجال. اكيد مش قارين النص قبل، مو سقفيون. ايه اكيد ما بينوثق فيهم اثنيناتهم صراحه، بس رح يقولوا هي لغه. فؤاد وجو طلع بينوثق فيهم اكثر مما بنتخيل. عم بمزح. رح يكون باللغه الانجليزيه او العربيه؟ لا حيكون بالعربي. عم يعني مترجم باللبناني. اوكي. و اتس ستاند اب كوميدي بيرفورمانس هي. و ليلة أول عرض، الليلة فؤاد يمين وبكرة جو قداح بعد الافتتاح. يعني اليوم العروض بتبلش مش بواحد. اليوم في بري أوبر. أفان أفان بريمير هيك بس نحمس الجو شوية. وبكرة. والعروض من 1 ل 11 تباعاً. مزبوط. أوكي. وليش نقيتوا هل يعني غير زقاق أكيد؟ ليش نقيتوا هول المطارح اللي هي ستيشن سالون دي ليفر الجامعات؟ سالون دي ليفر هيدا التعاون لانه نحن عم نشتغل عازمين كاتب فرنساوي وكاتب ومسرحي معروف فرنساوي ستانيسلاس نوردي يعطي ماستر كلاس مع على نص كاتب اسمه ادوار لوي مع بارتيسيبنت من لبنان ويعملوا ريستيتيوشن قراءه. من بعدها حيكون في راوند تيبل مع روجي عساف، لانه روجي عساف كان يدرس بنفس المسرح يلي بيديره هلا ستانيسلاس نوردي. ليه مسرح مونو؟ لأنه عرض ميلو راو يلي هو من أكبر وأهم المخرجين الأوروبية حاليا ما بيساع باستوديو بعد استوديو تبعنا متواضع. ومنحب على طول نتعاون مع الجامعات لأنه جامعات بقلب هالجامعات في جيل المسرحيين الجداد، طلاب الجداد. ونحن ما بدنا نقطع مع الجيل الثاني، كنا فترة أكيد. صغار جمهوركم. هلا في عمل بيحمل توقيع زقاق يلي هو راسين بالإيد يلي كمان رح تعرضوه بإطار زقاق سايد ووكس. راسين بالإيد هو اقتباس من مسرحية شكسبير تيتوس أندرونيكوس يلي هي أعنف مسرحية لشكسبير، كانوا بيقولوا عنها هي فيلم رعب من مسرحية شكسبير. فنحن شفنا أنه كتير هي مراية عن الواقع تبعنا مجتمعنا، فكلها رؤوس مقطوشة ومجازر ونسوان عم تختصب. فقلنا انه هيدي المنطقة. طيب عمر ابي عزار اهلا وسهلا فيك، نحن بنشكر حضورك معنا. بنذكر العروض من 1 ل 11 تشرين الثاني سايد ووكس، وكل سنه وانتم بخير. ميرسي كثير، انا على طول بنبسط اجي لعندكم. اهلا وسهلا فيك. نحن رح نتابع بنفس الاطار تقريبا من بعد مسرحيته الاخيره من كفرشيما للمدفون. بيقدم الكاتب والمخرج المسرحي يحيى جابر عمل جديد على مسرح تياترو فيردا بيحمل عنوان شوها. المسرحيه من بطوله الممثل حسين قووق باول عمل مسرحي له. تفاصيل اكثر بهالتقرير. وفتت على المدرسه انا، فتت على الملعب ومثل العاده الصبح بنوقف كلنا الطلاب بالملعب وبنغني النشيد الوطني اللبناني بنص دين الضاحي. كلنا للوطن العلا للعلم. وقف النشيد. ليش وقف النشيد يا حبيبي؟ علوش ليش وقف النشيد؟ معقول الحزب عرفوا ان احنا عم نغني النشيد؟ حبيت انا من سكان الضاحيه ونفس الصور اللي فرجنا اياها انا عايشها كلها انا وصغير، فذكرني بذكريات كثير وفرطني من الضحك. هي الواقعيه اللي فعلا شباب الضاحيه اللي بكونوا عايشينها، يعني قصص الموتوسيكلات والحواجز وكذا وهيك فعلا 100% هيك بصير يعني، وخصوصا مقطع المدرسه شو ها. وبس يركب هذا الحاجز ببلش الشباب من بعيد يتأشر للضحك. حاجز حاجز تحت الجيم. علوشي فوتبول امريكي فوتبول امريكي امين طاسي طاسي حاجز بحزور والله يوم امن اليوم يوم دولي يوم دولي بكره منتهي. شوها
كلمة جنوبية بتختصر واقع بعيشه الناس بكل لحظة، وهي عنوان عمل مسرحي بينقلك إلى الضاحية الجنوبية وبظرف ساعتين بعيشك تفاصيل سكان هالمنطقة، أحياء الضاحية، رفقة الحي والمدرسة، محل الفول، علاقة الابن بوالده وأمور غيرها. بينسجها المخرج يحيى جابر بسيناريو كوميدي هادف وبتعاون أول مع الممثل حسين أوو ليولد عمل جديد بعنوان شوها على مسرح تياترو فيردان. بعيط لبنته زنوبة، زنوبة تعي فما تعي تعي شو بيحملها بقاعد على الدركسيون على الشيسي من الجيل. وين حمولة؟ لا حمولة وافرة زنوبة واف نظير وين؟ تعا تعا وافرة حمولة عبوته هو زنوبة ولا أبو نظير فين نظير صغير حميته أم نظير وبهيل إيه معلقة طفل أم نظير رايح جاي حامل المنقل. مجرد ما تقولي يحيى شابر أعرفه إنه في مسرح حقيقي، في كوميديا حقيقية، في جمال عم تشوفيه على المسرح. بلش مع مجتمع بيروت، بعدين منطقة مسيحية، هلأ المجتمع الشيعي. فعلا مسرحية لا تفوت، كتير حلوة بين ضحكة وضحكة، بيعطيك خلفية المجتمع ونقل هالأجواء اللي منعرفها بالأحياء وبالضاحية وين ما كان، بالبيئة الجنوبية بهيك أمانة وبصدق. من مجدرة حمراء لطريق جديدة بفوت حتى مش بس بمجتمع شوها، كمان بمجتمع شهيدا. العالم كله عم تقهقه ضحكات، عم تزقف، عم تغشى. عن جد موهبة رائعة وفنان جدا صاعد، وعن جد بحس صرت قايلة شي أربع عن جدين، بس فعلا مسرحية رائعة لكل العالم تجي تشوفها. أنا موتوسيكل خل كل الموتوسيكلات مؤمن خلوق وبس يمرق من محل كل الموتوسيكلات البقايا بتضرب له تحية. هالموتوسيكل اسمه الكروس. شو ها هي كلمة جنوبية طبعا بتعني فيها انه عم استغرب لك شو ها شو هالحياة هيدي شو ها شو هالدنيا شو ها. كل مرة بركز شيء، مرة ركزت على بيروتيات، بيروت طريق جديدة، بيروت فوق الشجرة، وكمان ركزت على من كفر شي من المدفون مع المسيحية كمان، فعم ببرم من لهجة للهجة من منطقة لمنطقة، كيف بيحبوا كيف بيكرهوا، شعورهم بالجنون العظمي وعدة الاضطهاد، انه هني ناس بيقولوا نحني 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 ونفسها بيقولوا نحني نحني نحني. العمر شو ها امي بالحقيقة خير امي بالدعاية. انت عم تتخيلوا بيع ما عيطنا ونشرب عصير. تعال امر من عندك شماطة، تعال نفس من هونيك طوط الطاب وشرب عصير وراه. المخرج المسرحي يحيى جابر اللي عود الجمهور على نقل الواقع بأداء التفاصيل وبمنتهى البساطة دخل من خلال عمله الجديد على شريحة من المجتمع اللبناني، فنقل تفاصيل حياته وتفكيره بساعتين. أما حسين أوق فقدر بأدائه أنه يوصل الرسالة بأسلوب فكاهي حقيقي وعفوي، تفاعل من خلاله الناس بضحك، استمر من الدقيقة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة من العرض. أكتر شيء حمسني أنه أنا أشتغل هيدا المسرحية مع يحيى هو تحدي لذاتي أول شيء، لأن أنا كنت أعمل ستاند أب كوميدي قبل، بالستاند أب كوميدي كان عندي حرية ارتجال على المسرح، حاليا هلا أنا منضمط بنص صعب، أداءه صعب، أحكي من دون ديكور من دون شيء، عم وصل حكاية للعالم من دون ما يزهقوا، وإن شاء الله ما يزهقوا وإن شاء الله العرض بيكون حلو. شايفين البي كيف بعيط لأولاده ليشرب عصير بدي عيط تاني، بيحمل برق العصير، تاني تاني تاني. وبصيروا يجوا هالوليد كلهم مبتسمين والكلب اللي عندهم مبتسم. مسرحية حلوة مهضومة قريبة للقلب. حسين ويحيى شغلين شغل كتير حلو، من مرة لمعلمة لصبي لعلوشة لما بعرف مين. It's very interesting. لازم كل العالم تحضره كتير بتضحك. اللي بيعرف هيدا المجتمع بفوت فيه وبغوص وبيسبح وبحس انه عن جد بتمثله، واللي ما بيعرفه بيكون لقله دهشة انه عم يتعرف على شيء بعيد عنه وعم يكتشفه من اول وجديد. حسيت حالي طلعت على الضيعة وشفت الناس، يعني هي من الناس هو جزء من الحقيقة، يعني هيك عايشين وهيك بيحكوا، بس هقد الحقيقة بتضحك هون الشيء اللي عم فكر فيه. وامي قلبها طيب ويجيها ضخ المرض يجيها؟ اي يجيها لما تعرف ان الطيز على زنوبة وعم بحكي مع مريم بيجيها. لا وانا وزنين بطعية لحسان يا ابو علي يجيها قلب وطلوني بفش فيها فاش.